تياغو بيزيرا موسم الماضي 9 اهداف مع الخور. اللعبة في الكرة بالراس، الله يسجل. رحل صقر العراق، اليوم لدينا صقر اخر يعوض من رحل، ويبقى العراق ولادا للنجوم. ميمي يودع الراحل ناظم شاكر، يقرأ الفاتحة وهو يسجل اول اهداف المباراة، ثاني اهداف هذا الموسم. تنطيني لاعب سوبر بمستوى، خلي نقول مهند عندك، منو عندنا بس مهند ترى يعتبر لاعب سوبر عندنا بالمنتخب الوطني بدون مبالغة؟